فكرتوا في مرة لو كنتوا بتشوفوا الحاجات بالأبعاد الثلاثية وبتستمتعوا بكل شيء حواليكم، ولا بتشوفوا الأبعاد الثنائية فقط؟ جربوا معايا الاختبار ده. قربوا من شاشة التلفزيون بمسافة 60 سنتيمتر، حطوا صبعكم بشكل عمودي في نص المسافة بين وجهكم وجهاز التلفزيون، وركزوا على الدايرة في وسط الصورة. اللي لازم تشوفوه هيكون الشكل ده، دايرة واحدة وصبعكم مزدوج. دلوقتي عيدوا الموضوع مرة تانية وركزوا على صبعكم، يعني خليكم بصين على صبعكم، واللي المفروض تشوفوه دلوقتي هو الشكل ده، صباع واحد ودائرتين. لو تطابقت النتائج بتاعتكم مع الصور اللي عرضناها يبقى انتوا بالفعل بتشوفوا بالأبعاد الثلاثية، ولو لم تتطابق يبقى انتوا بتشوفوا بس البعد الثنائي. معايا الدكتور أسامة عبد الحكيم، استشاري طب وجراحة العيون. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك، شكرا جدا. النهاردة بنتكلم على حاجة اسمها ستيريو بلايندنس، أو عدم القدرة على الرؤية بالأبعاد الثلاثية. عايزين نفهم هي إيه بالظبط، لأنها موجودة عند تقريبا يعني من 6-12% من المجتمع. أو قد إيه؟ ما عندوش رؤية بالأبعاد الثلاثية. لكن حوالي 90% من المجتمع عنده الحمد لله البعد الثلاثي. والبعد الثلاثي إحنا لما بنشوف بعين واحدة بنشوف طول وعرض، صح. ولما بشوف بالعين الشمال برضو بشوف طول وعرض، بس البعد الثلاثي لما الاثنين بيشتغلوا مع بعض بشوف عمق. يعني انا بشوف حضرتك طول وبشوف حضرتك بالعرض، بس عشان اشوف حضرتك من قدام لورا ومن اول الراس لاخرها، هو ده البعد الثلاثي. فهو استخدام الانتين مع بعض عشان اقدر اشوف الحاجه اعمق شويه، العمق بتاعها، وبالتالي ابقى شايفها بمجسمه يعني، فبتبقى لها جمال وقوه غير طبيعيه يعني. طبعا ده زي يعني عشان اقرب الناس لما بنتفرج على السينما الشاشه المسطحه، او بنلبس النظاره ونبتدي نشوف الفيلم في السينما اللي هي 3D ايمنشن. بيبقى الشاشه العاديه، اي سينما عاديه عباره عن طول وعرض، مهما قلنا بيحاولوا يعملوا تخيلات كده عشان يديك عمق، لكن مفيش عمق حقيقي. اول ما تلبس النظاره البعد الثلاثي تحس ان الحاجه جايه عليك، فابتدى يبقى لها عمق يعني. فهو ده البعد الثلاثي. طيب الناس اللي ما بتشوفش بالبعد الثلاثي، اللي هو قلنا يمكن 10% من المجتمع، ده بيعيقهم في ايه في الحياه؟ الحاجه الاساسيه ان هم في الرياضه، اللي هي يعني تعتبر حاجه مهمه جدا. اللي ما عندوش البعد الثلاثي بيبقى في العاب كتيره جدا ما بيقدرش يمارسها، يعني زي الباسكت بول مثلا، لانه مش قادر يشوف الكوره كويس. الكوره او تنس او تنس بينج بونج برضو، او اي كوره او اي لعبه زي كده. لو بيتسلق جبال، لو هو حتى سيرفينج على البحر، كل الحاجات دي بالنسبه له العمق بتاعها مختفي، وبالتالي هو مش مقدرش يمارس الحاجات دي بقوه. والحاجه المهمه جدا طبعا، واللي احنا بنعملها بقى، يعني لو قلنا احنا بنختبر مين اكتر ناس بيختبروا، المقدمين على وظائف عسكريه او وظائف اللي هي بتتطلب قوه ابصار، يعني الطيران، الحربيه، الشرطه، كل المهن العسكريه دي، لان المهن دي مدركه تماما اهميه اللياقه، اللي من ضمنها البعد الثلاثي. طب سؤال، هل في حياته اليوميه في الاكل، في الشرب، في التايبنج، كل الحاجات دي عادي؟ طبعا لا 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 اطلاقا. بالعكس، هو بيبقى عنده مشاكل دايما. وساعات انا يعني اعتقد ان انا دايما معظم الناس عندهم بعد ثلاثي بالاخر عندهم ان هم خجلانين شويه، المشاكل دي موجوده هو مش فاهم بتحصل ليه. حضرتك جايب لنا اختبارات ممكن نعملها. بص حضرتك، ده الاختبار يمكن ده اشهرهم عندنا، بنسميه الفلاي تيست او الذبابه. هيك لو اختبار كده الزبابة. اختبار هو اختبار كده اسمه فلاي تيست. هيك بتلبس النظاره، الهدف من النظاره انها تفصل الانتين عن بعض. وهيك تقدر تبصي فيه، هتلاقي ان الذبابه بقت مجسمه، طلعت لفوق. هي العين اليمين بتشوف صوره، احنا بنفصل الانتين، هدف من النظاره انها تفصل الانتين مع بعض عشان تقدر تحسي بالبعد الثلاثي. يعني انا دلوقتي بعد ما لبست النظاره شايفه جناحاتها طالعه، جسمها رجليها واقفه على رجلين، عامله كده زي في السينما بالظبط، اللي هو 3D كده، ما بقاش بقى طول وعرض، بقى في عمق كمان. وهنا في صور شايفاها مسطحه، وفي ثلاث صور شايفاها ده عشان نعرف انه اذا كان المريض شايف، بنقدر نقيس، لان العمق البعد الثلاثي هيك لو غمضت عين من الانتين وانت لابسه النضاره هيختفي الموضوع ده. في اختبار تاني يعني اصعب شويه، لكن هو ميزته انه ما بيحتاجش نضاره. لو حضرتك شفتي ده كده، هتلاقي ان انت وانت برضو هتلاقي في نجمه، في عربيه، في كيات، في كار. شايفه العربيه؟ ايوه بالظبط، العربيه هنا والنجمه هنا. كل واحده من دول على فكره لها درجه، شايفه حاجه هنا بس شايفه ايه. محتاجين نفحصك اكتر بقى. بس لو غمضتي عين اليمين او عين الشمال هتلاقي ان الحاجات دي كلها اختفت.
طب دكتور عايز اسالك ايه الحاجات اللي بتسبب عدم القدره على رؤيه البعد الثلاثي؟ في الاساس اكتر حاجه هي الحول، لما يكون شخص عنده حول احنا بنتولد عينينا عاديه وبعدين يبتدي يظهر بعض الناس، مش كل الناس طبعا، يظهر عندهم حول، فلما العينتين بينفصلوا عن بعض المخ يبتدي ما يقدرش يجمع العينتين مع بعض، ومع مرور الوقت خلاص المخ يتعود يستخدم كل عين لوحدها. لما بيكون في ميه بيضه في الاطفال، لما بيكون في جفن نازل، لما بيكون في ضعف نظر عين اكتر من عين. عشان كده لما بنكتشف الحاجات دي بدري وبنعالجها بدري خلاص بنرجع تاني البعد الثلاثي. لما بنهملها المخ خلاص بيعود نفسه على ان الدنيا كلها عباره عن بعدين، وده انه عايش بكده على بعدين. يعني افهم من كلام حضرتك انه البعد الثلاثي ده مش حاجه عيب بنتولد بيه، هو بيبقى بسبب مشكله معينه وما تعالجتش صح، وما تعالجتش صح الوقت المناسب من بدري. اللي احنا ده الرساله اللي احنا بنحاول نوصلها، ان انت مش دورك ان انت تهتم بابنك توكله وتشربه وتكبره، انت مهم جدا تهتم بنظره مش بنظره برضه، ان تبقى العين اليمين الشمال وعينك كويسه، لا عينين الاثنين شغالين مع بعض كويس جدا مع بعض. وعشان كده لما نلاقي مشكله لازم نحلها بسرعه وما استناش كتير. الجسم كله حضرتك بتقول الواحد بيتعود حتى بعد كده لو حل مشكله الميه البيضاء او الزرقاء او الحول بيرجع له، بيرجع تاني نظره، بيرجع تاني يستخدم البعد الثلاثي طبعا. انما لو استنى فتره، لو استنى شهور، مش هقول لك الفتره ده مش بقصد بيها كمان سنه او سنتين، لو استنى 3 4 شهور بيبتدي يفقد البعد الثلاثي. فهو موضوع حساس جدا يعني، عشان كده احنا دايما بننبه جماعه من بدري نهتم لو في اي مشكله نعالجها ونلتزم بكلام الدكاتره عشان الامور تمشي كويس بعد كده بيتحل. بشكرك جدا على معلوماتك وعلى يعني توضيح الموضوع الدقيق جدا ده. شكرا جدا.